بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام، وأعانني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ما زلنا نواصل الدرس في أنا والمحظورات، واليوم نكمل المحرمات التي ذكرناها. من المحرمات التي أيضا يجتنبها الإنسان في رمضان وهي الإسراف والتبذير في الطعام. كثير من الناس عندما يأتي رمضان وكأنه يعتقد أن رمضان شهر المأكولات، شهر يعني تلقاه يشري ما لذ وطاب من المأكولات، وفي الآخر لا يأكل هذه المأكولات كلها، وفي الآخر يرمي هذه المأكولات كلها، يرميها ويسرف ويبذر. والله تبارك يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أعلم أن الله تبارك أعطاك هذه النعمة، سواء نعمة المال أو نعمة الأكل. كان كثير من الناس ليس عندهم هذه النعمة، كان اللي مسكين يضش حتى يأكل. فأنت إذا شريت أنت الماكلة وشريت بزاف وحطيتها وحوم ماكلة وطبس منها وفي الأخر رميتها، هذا يعني تحاسب عليه يوم القيامة، تحاسب على هذا المال الذي اشتريت به هذا الأكل، وتحاسب على الأكل الذي رميته، ويعني وتحاسب على الإسراف والتبذير. فالتبذير والإسراف في رمضان من المحرمات التي يجب على الإنسان أن يبتعد عليها. يشري قد قيسه فقط، لأن الإنسان عندما يكون في نعمة لا يشعر بهذه النعمة إلا إذا فقدها. من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. والله تبارك وتعالى قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان إذا يأكل به يعني يشتري ما يأكل فقط وما يكفيه هو وما يكفي العائلة تاعه، ولا يبذر ولا يسرف في هذا الأمر، فالله تبارك وتعالى سيزيده من خيره ويبارك له في ماله وفي أكله. وإذا مثلا الإنسان بقى شراء الأكل وبقى عنده الأكل، يحاول كيفاه ما يطيشوش، يحاول كيفاه مثلا يديه لأصحاب الناس اللي يستغلوا هذا الأكل، هذا يعني الزايد هذا، ممكن للبهائم، ممكن مثلا للدجاج، ممكن يستغلوا في أمر آخر. فيحاول أنه يجمع هذا الأكل ويمده وما يطيشوش في القمامة، والله تبارك وتعالى يحرم ذلك ويمنع أو يسلب منك هذه النعمة. فاحذر أخي الكريم أن تسرف أو تبذر في الطعام في رمضان. أيضا من المحرمات في رمضان وهي آفة اللسان، يعني الإنسان يكون صايم ويحاول كيف يحافظ على الأجر تاعه، ويحاول بالصيام تاعه كيف يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وفي الآخر يروح يفسد الصيام تاعه بماذا؟ بالكذب، يفسد الصيام تاعه بالسبان، يفسد الصيام تاعه بالنميمة. تجده جالس مع أصحاب تاعه ويقطعوا في فلان وينموا على فلان، وتجد مثلا يجتمعوا بعد العصر، يروح واحد مثلا يركب صاحبه في الطنوبيل ويديه ويروحوا وهام في يتكلموا في فلان، ويتكلموا في مثلا ممكن تلقاه يتكلم على أمور في معصية وكذا. فهذا أمر أيضا من المحرمات التي تفسد الصيام، ومن المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى في رمضان أو غير رمضان. فيحاول الإنسان أن يتجنب هذا، وأسأل من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.